شكرا لك على مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك، واترك تعليقا في قناتنا لتبقى على الاطلاع بآخر قصص مشوقة ومحيرة من الواقع، والمشاركة الفيديو في واتساب، فيسبوك وإنستغرام. توجه زوالا إلى حي وادي المعيز، وقد قرر ألا يعجل بالسؤال عن بن عجول وأن يبدأ بجولة استكشافية. في مدخل الحي مر بمقهى، وقد حسب أنه سيجده هناك. الوجوه التي جلست إلى إحدى ثلاث طاولات هي كل ما في المقهى الملاصق لدكان يبيع من كل شيء لم تعني له شيئا. كان يبدو غريبا عن ذلك الحي المنعزل عن جالما، وكان يتوقع أن تكون نظرات الناس إليه نظرات بها الكثير من التساؤلات. تجاوز المقهى وهو يعلم أنهم هناك سيتحدثون عنه وعما يريده في وادي المعيز. في حي بن صويلح في جالما بالجزائر لم يعد يستوقف اهتماما تجمع بضعة شبان أو يافعين وهم متحلقين يدخنون الحشيش، وأحيانا يحتسون من زجاجات خمر وهم يعلقون على حدث من الحوادث التي قد يكون شهدها حي بن صويلح أو أحياء أخرى من جالما. ترتفع الأصوات في حجاج ولجاج، وكم مرة انتهت الأمور إلى عراك واشتباك بالأيدي. يحدث ذلك في الغالب بعد أن يرخي الليل ستره. كان بالعيد مبسوط واحدا من الذين يلتئم حولهم أولئك الشبان واليافعون، وقد صار بقوة جاذبيته تلك زعيما لهم، هم يعدونه كذلك. كان يوفر لهم الحشيش وأحيانا الخمر. بالعيد أنهى مساره الدراسي قبل 15 عاما. يحكى أنه اعتدى على مدير المدرسة فكان جزاؤه الطرد. والده الذي كان تاجر أثواب لم يتمكن من إعادته إلى فصول الدرس، بالرغم من أنه سعى إلى شفاعات متعددة من نافذين في الحي ومضى معتذرا للمدير، ولكن القرار كان نهائيا. وكذلك صار بالعيد صاحب واحدة من تلك الحلقات التي تجمع شبانا أدمن المسكرات والمخدرات بأنواعها المختلفة. كثيرا ما فجأتهم دورية للشرطة، ولكن القبض على بعض منهم لم يكن يمضي أبعد من ليلة أو بعض ليلة يقضونها في مخفر الشرطة، ثم يستأنف المسلسل من جديد، ويصير ما حدث جزءا من حكايات يحكونها ولا يبلغون نهايتها البتة. وتعود الموسيقى لتعلو في الحي في صخب دون أن يجرؤ أي كان على الاحتجاج أو إبداء اعتراض ما. أقصى ما يحدث أن تنفتح نافذة من منزل قريب وأن يطل منها رأس امرأة أو رجل يطيل النظر إلى المتحلقين أسفل العمارة وينطق كلمات استنكار لا تبدو في ظاهرها موجهة إليهم، ثم تغلق النافذة بعد أن يختفي الرأس. في مجموعة بالعيد مبسوط كان هشام دغموس الذي أكمل 20 قبل أشهر الثانية في تراتبية المجموعة، وقد نال ذاك المركز بعد أن هزم ذات ليلة ساخنة قبل نحو عام ذاك الذي كان يعد الساعد الأيمن لبلعيد عزيز بن عجول. كانت معركة طاحنة لا زال يذكرها الجميع. ليلتها انسحب بن عجول وقد غطى الدم وجهه، لم يعد بعدها. الذين التقوه ولم يكونوا كثرا نقلوا إلى هشام وعيده بالانتقام، لذلك صار لا يتحرك إلا رفقة 3 أو 4 ممن يعدهم من أكثر رجاله وفاء وإخلاصا. كان يمنحهم من المخدرات بسخاء، وكانوا يبدون له استعدادهم للموت دونه. مرت الأيام وانقضت أسابيع وعدة أشهر دون أن يظهر بن عجول، لقد اختفى من الحي، وكان انمحاؤه ذاك من المشهد مما يزيد دغموس غرورا، وصار لا يتراجع أمام أي كان. لا يحتاج إلى استفزاز، وإنما هي نزواته تحركه وغروره يحرضه. كثر الحديث عنه في بن صويلح، بل إن بالعيد مبسوط نفسه وهو من جعل منه ما هو عليه الآن أضحى يفكر في التخلص منها، إذ لم يعد يأمن جانبه. لقد رأى منه ما لم يجرؤ هو نفسه على فعله، ولكنه لن يستطيع الجهر بما يفكر فيه، بل إنه يعلم أن الهمس مجرد الهمس بذلك قد يؤلبه عليه، وحينئذ
لن يستطيع توقع موعد ضربة منه تقضي عليه. لم يبد هشام دغموس ما يوحي بأنه سيتراجع عن الطريق التي يمضي فيها، بل إنه أضاف السرقة إلى ترويج المخدرات. ولم يكن بالعيد يأتي السرقة، بل إنه كان يبعد من مجموعته من يثبت أنهم يتعاطون اللصوصية للحصول على المال. وها هي المعلومات تأتيه تخبره بأن دغموس انغمس في السرقة يباشر فعلها بنفسه أو يحرض الذين يحسبون عليه للقيام بها لحسابه، ولكنه يعلم أنه لن يستطيع مواجهته، إذ الأجدى له أن يتقي شره ويبقيه بجواره حتى يسهل عليه مراقبته. فكر بالعيد في الاتصال بعزيز بن عجول. في كل الحالات فإنه كان على مدى سنوات واحدا من المجموعة بل ومن زعمائها. هزيمته في تلك الليلة التي جعلت من هشام بطلا في نظر كثيرين ما كانت لتحدث لولا إفراطه في تلك الليلة في تناول الحشيش وشرب الخمر. ولأنه لم يتقبل الهزيمة تحت لكمات من كان في نظره صبيا من صبيانه، فإنه فضل التواري عن الأنظار. قبل وقت غير طويل جاء من أخبر بالعيد بأن صاحبه القديم عزيز بن عجول استقر في منزل قريب له في حي وادي المعيز. تذكر أنه حدثه مرة عن منزل قريبه ذاك الذي يقيم في فرنسا، وقد أوكل إليه أمر تفقده من حين إلى آخر. يعلم بالعيد أنه لن يتيها في حي وادي المعيز، وأنه سوف يعثر سريعا على المنزل الذي يقيم فيه بن عجول، ولكنه لا ينبغي أن يطلع أحدا على الأمر. يومين قبل الموعد الذي حدده للذهاب للقاء به أبلغ أصحابه بأنه سيغيب بعض الوقت لقضاء أمور تخص عائلته في سوق هراس. لم تكن المرة الأولى التي يغيب فيها عن حي بن صويلح، وقد ظن كثيرون ممن يلازمونه أنه ربما مضى إلى الجهة التي يحصل منها على الحشيش. لم يكن سرا أنه من أكبر المروجين. في اليوم التالي توجه زوالا إلى حي وادي المعيز، وقد قرر ألا يعجل بالسؤال عن بن عجول وأن يبدأ بجولة استكشافية. في مدخل الحي مر بمقهى وقد حسب أنه سيجده هناك. الوجوه التي جلست إلى إحدى ثلاث طاولات هي كل ما في المقهى الملاصق لدكان يبيع من كل شيء لم تعني له شيئا. كان يبدو غريبا عن ذلك الحي المنعزل عن قلمة، وكان يتوقع أن تكون نظرات الناس إليه نظرات بها الكثير من التساؤلات. تجاوز المقهى وهو يعلم أنهم هناك سيتحدثون عنه وعما يريده في وادي المعيز. لم يكن حيا كبيرا. مر بالطريق الرئيس الذي يعبره، كان يحاول أن يستشف ما في تلك الأزقة التي تمضي متعامدة معه. لما صار بمحاذاة المنزل الأخير المطل على الطريق قرر العودة. سيسأل عنه. يسأل من؟ أول شخص يصادفه أم يعود إلى المقهى في مدخل الحي ويسأل؟ وقد ارتأى أن يمضي إلى المقهى ربحا للوقت. وقف بالباب. الوجوه التي رآها من قبل لم تبرح تلك الطاولة. تقدم نحوهم. كانوا جميعهم ينظرون إليه مترقبين ومتوجسين أيضا، فقد يكون الغريب مخبرا أو شيئا من ذاك القبيل. سنوات الحرب الأهلية ليست بالبعيدة. بعد تحية لم تكن مفهومة بالكامل عباراتها استسمحهم بسؤال. قال أحدهم: اسأل. هل منكم من يعرف شخصا اسمه عزيز، عزيز بن عجول؟ نظر الذي أذن له بسؤال من حوله، وقد رأى بالعيد أنه لم يعرف الشخص المطلوب. أضاف أنه شاب ينحدر من حي بن صويلح، وأنه يسكن منزلا لقريب له في فرنسا. أقلت في فرنسا؟ نعم، لقد حدثني عنه فيما مضى، هو صديق لي. ابتلع ريقه ولا يحدث له ذلك حين يكون بين أصحابه حيث له القرار والأمر. قال أحدهم وكان يتوكأ على الطاولة بمرفقيه ويضع وجهه بين كفيه: نعم أنا أعرفه. التفت إليه الموجودون من حوله، تجاهلهم وأضاف أنه يعرف عزيز. هل تستطيع أن تدلني على المنزل الذي يسكن فيه؟ لا أستطيع.
ودون أن ينتظر سؤالا آخر من بالعيد واصل: لأنني لا أعرفك، أنا صديقه. كل ما أستطيع فعله أن أمضي إليه وأبلغه بأن صديقه: ما اسمك؟ بالعيد. إذن كل ما أستطيع فعله أن أمضي إليه وأخبره بأن صديقه بالعيد يريد اللقاء به، أليس كذلك؟ نعم. إذن انتظرني هنا. حسنا. اقتعد بالعيد كرسيا من الطاولة المجاورة، ظل صامتا خجولا، كان يبدو هو الذي لا يعرف الخجل. لاحظ أن الذين حول الطاولة صمتوا، وأحس بنظرات نادل تأتي من عمق المقهى، وجاء صوت يسأل: أنت من بنصويلح؟ قبل أن يجيب بحث عن الذي يسأل، لا يظهر منه إلا نصف وجهه. نعم أنا من هناك، أعرف بعض الشبان الذين يسكنون هناك. سرد عليه بضعة أسماء لم يتعرف إلى أي منها، وتوقف عند أحد تلك الأسماء وقال إنه كان رفيقه في الزنزانة لما اعتقل وتوبع بتهمة السرقة. لم يعقب أحد على كلامه، وقد التقط بالعيد سريعا الرسالة التي أراد ذاك الشاب إيصالها، ولذلك فإنه لم يزايد ولم يعلق، واكتفى بتحريك رأسه موافقا على كل ما قاله. جاء النادل يسأله إن كان يريد شرب شاي أو قهوة، اختار الشاي. اقترب منه أحدهم وهمس له بأنه بإمكانه أن يطلب زجاجة نبيذ أيضا، ابتسم ولم يرد بغير ذلك. في تلك الأثناء عاد الذي ذهب إلى عزيز بن عجول، اقترب من بالعيد وقال له إن صاحبك سيأتي بعد قليل. ظن بالعيد أن عزيز إنما أراد أن يتثبت بأنه يعرف الذي يسأل عنها. لم ينقض من الوقت أكثر من 10 دقائق لما ظهر في باب المقهى. قام بالعيد من مكانه وخطى نحوه 2 خطوات وقد فتح ذراعيه مرحبا، عانقه. كان الموجودون في المقهى يتابعون ذاك اللقاء. سلم عليهم، بدا انهم جميعهم يعرفونه وان كانوا حاولوا الانكار لما سالهم. جلس الى الطاوله 3. كان حديثهم اقرب الى الهمس. سريعا تجاوز العتاب، راى في عيني عزيز التماعا حين قال له انه جاء ليساعده على الانتقام من ذاك الذي مرغ كرامته في الوحل. اتفق على أن يأتيه به إلى مشارف وادي المعيز. لم يكن أمرا صعبا. بعد 2 اقترح بالعيد على هشام أن يرافقه للقاء بتجار مخدرات يريدون توسيع سوقهم. أكد له أنهما سيلتقيان أولئك التجار دون أن يكون معهما أي من الشبان الآخرين. وافق هشام بسرعة. كان الموعد بعد 3 أيام، وكانت الساعة المحددة للقاء 10 ليلا. كان عزيز بن عجول على علم بتلك المواعيد واستعد للقاء. سرى بالعيد وهشام إلى وادي المعيز بعد العشاء، وما أن تجاوز محطة الوقود حتى فوجئ بمجموعة من 6 أشخاص على الأقل تقطع عليهم الطريق. كان بالعيد متوقعا مثل ذلك السيناريو. مضى 3 إلى هشام وأمسكوا به ومضوا به إلى مكان يحفه الظلام، بينما وقف 3 الآخرون مكانهم. وسرعان ما اكتشف بالعيد أن ذاك الذي كان ملثما لم يكن سوى عزيز. ابتسم ابتسامة خبيثة، نظر إليه، ثم تبع الذين اقتادوا هشام. من بعد 10 أمتار كان يصله صراخه، أيقن أن عملية الانتقام قد بدأت. بعد 2 ظهر هشام في حي بنصويلح. كان بوجهه انتفاخ وآثار كدمات استحال لونها إلى الأخضر. قال إنه تعرض لحادثة سير بينما كان يقود دراجة نارية. بعد ذلك اعتزل جماعة بالعيد مبسوط، وقد عاد إليها عزيز بن عجول. شكرا لك على مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك، وأترك تعليقا في قناتنا لتبقى على الاطلاع بآخر قصص مشوقة ومحيرة من الواقع، والمشاركة الفيديو في واتساب، فيسبوك، وإنستغرام. شارع الكاظمية، وهما على مائدة الفطور يراقبهما من قفصه الكناري ميلو، تكلف لطفي الظهور بمظهر من أمضى ليلة ليس هناك أسعد منها. ودعها ثم خرج يحمل حقيبته السوداء
التي لا يكف يكرر لما يسأل عنها أنها تذكره برحلة إيطاليا حيث أمضى مع هادية شهر العسل. ركب سيارته، أدار المحرك وانتظر قليلا ثم انطلق. حين توقف قبل أن يلج جادة الهادي نويرة، رأى الرجل ذا الأسمار البالية واللحية الكثة والنظرة اللماعة. بدا له وكأنه يراقب حركة المرور. تمهل لطفي بزرعة وهو يقترب بسيارته إلى تقاطع جادة الهادي نويرة بشارع مدينة الكاظمية. نحن في قلب أريانا. اعتاد لطفي الموظف بمصلحة الحسابات في محافظة أريانا أن يسلك الطريق نفسه وهو عائد من عمله إلى منزله. كانت إشارة التوجيه تومض على الجانب الأيسر للسيارة، وقد اضطر للتوقف حتى يفسح الطريق لسيارة كانت قادمة في الاتجاه المقابل. في تلك اللحظة فاجأه شخص يطرق زجاج نافذته. التفت جهته فاكتشف وجها بلحية كثة وهو يتكلم بما لم يفهمه لطفي. كشف شاربه عن فم ينقصه سنان. لم يجرؤ لطفي على إنزال زجاج نافذته، وما أن مرت السيارة التي كانت قادمة حتى ضغط على دواسة السرعة وانطلق. حين صار في منتصف شارع مدينة الكاظمية خفض السرعة وصارت سيارته تتقدم في الشارع بخيلاء. لسبب لا يعلمه هيمنت عليه صورة ذلك الوجه الملتحي ذي الفم ناقص السنين الأماميين وتلك العينان اللماعتان. يستحضر فمه الذي يقول ما لم يتمكن من استيعابه أو فهمه. لعله كان يطلب صدقة. لم يكن مألوفا في أريانا وفي عدة مدن تونسية أن يستوقف المتسولون مستعملي الطريق يستجدونهم الصدقات. قدر لطفي أن يكون الرجل غريبا عن المدينة أو أنه اضطر إلى الظهور لطلب المساعدة. حاول أن ينسى المشهد، واصل طريقه. في البيت كانت هادية زوجته قد أعدت القهوة التي لا يستطيع لطفي الاستغناء عنها. على المائدة صحن به حلويات تقليدية. لم يكن عصيا على هادية أن تلاحظ ذاك الانشغال البادي على زوجها، قليلا ما كان يبدو في مثل تلك الحالة. جلست على الأريكة المقابلة له، ملأت فنجانه ثم فنجانها، نظرت في عينيه ثم سألته بصوتها الدافئ عن الذي يشغل باله. حاول أن يتفادى الجواب، ولكن شيئا ما بداخله أوحى له بأن يقول، وكذلك حكى لها عن ذلك الرجل الذي له هيئة المتشردين الذي طرق نافذة سيارته وقال شيئا لم يفهمه. لم تختلف هادية مع زوجها على أن مشهدا مثل ذلك الذي حكى لها عنه يبعث على الريبة والخوف، واستحسنت أنه لم ينزل زجاج النافذة. ابتسمت، حملت فنجان قهوتها، رشفت دون أن تغادره بنظرتها. تزوج لطفي بزرعة من هادية السلامي قبل 20 عاما. كان زميلين في كلية العلوم الاقتصادية ونشأ بينهما حب توجه الزواج. لم يرزق الولد، كانت هادية وحيدة أمها. قيل لها في البدء إن والدها توفي لما كانت في عامها الثاني، ثم لما تحدثت مرة عن رغبة في زيارة قبر والدها وكانت في العاشرة، قيل لها إنه دفن في الكاف وإنه صعب العثور على قبره بعد كل تلك السنوات. لا تنكر هادية حين تأتي في حديثها عن طفولتها أنها لم تستطع البتة أن تصدق تلك الحكاية. بعد زواجها بسنوات قالت لها أمها وهي على فراش المرض إنها في الحقيقة لا تعرف شيئا عن مصير والدها، فقد اختفى بعد أن هاجر إلى فرنسا في أواخر 70ات القرن 20. قالت بحرقة إنها ظلت تنتظر عودته إليها وإلى ابنته سنين عديدة، وإنها لم تستطع سبيلا إلى أخباره ومآله. حكت لها وهي تغالب الألم بنبرة تقطعها الأنات عن الأخبار الكثيرة التي قالت إنه في مارسيليا وتلك التي ساقت سيرته في تولوز وأخرى قالت إنه انتقل إلى بلجيكا أو ألمانيا. كانت تلك الأخبار تجعل منه سرابا كلما أتته لم تجد شيئا.
يعرف لطفي بعضا من تلك الحكايات التي تكتمت هادية على أغلبها. لقد صار لطفي وهو حبها الأول والآخر كما كانت تقول له من حين إلى آخر، صار كل شيء، وقد ظنت أنه كاد يغنيها عن جناح الأب الذي كبرت في غيابه. في تلك الليلة حلم بالرجل الذي اعترض سبيله. اللقطة نفسها تتكرر، الوجه الذي يقترب من النافذة حتى يكاد يلتصق بها، والشفتان اللتان تهزان شاربا لم يقص منذ زمن ليس بالقصير، وتلك الفجوة في مقدمة الفك العلوي، وتلك العينان اللماعتان. يحاول لطفي أن يفهم ما يحاول أن يقوله، ثم استيقظ. من نافذة غرفته كانت تتسلل تباشير الصباح. أخذ وضع الجلوس في مكانه، هادية نائمة. امتدت يده إلى قنينة الماء وصب منها كأسا. ظن أنه أمضى ليلته كلها مع ذلك الرجل الغريب الذي صادفه عند ملتقى جادة الهادي نويرة وشارع مدينة الكاظمية. لا يستطيع أن يجد وصفا دقيقا لما يحسه. يعود ويسأل نفسه، هل هو الخوف؟ إذا كان هو فما الداعي إليه؟ الرجل لم يؤذه، صحيح أنه باغته ولكنه لم يؤذه. ثم يعود ليتساءل عما كان يريد قوله، هل هو متشرد أراد صدقة أو أنه كان يهم بقول شيء غير ذلك؟ أحس بصداع يتسلل إلى دماغه، نزل من الفراش وغسل وجهه وأسنانه، نظر في مرآة الحمام متأملا ذلك الترهل الذي صار في وجنتيه، ولمح خط تجاعيد جديد في بدايته. ارتدى ملابسه وأعد وجبة الفطور، ثم دخل غرفة النوم يوقظ هادية. لن يحكي لها عن الذي رآه في المنام، يعده كابوسا، وقد دأب على أن لا يحكي لزوجته الكوابيس. كان أكثر ما يحرص عليه أن يتناول معا وجبتي الفطور والعشاء. في منتصف النهار يفضل أن يبقى في العمل، حيث يتناول سندويشا من خبز وجبن أو سمك مصبر يكون قد حضره قبل أن ينام. وهما على مائدة الفطور يراقبهما من قفصه الكناري ميلو، تكلف لطفي الظهور بمظهر من أمضى ليلة ليس هناك أسعد منها، ودعها ثم خرج يحمل حقيبته السوداء التي لا يكف يكرر لما يسأل عنها أنها تذكره برحلة إيطاليا حيث أمضى مع هادية شهر العسل. ركب سيارته، أدار المحرك وانتظر قليلا ثم انطلق. حين توقف قبل أن يلج جادة الهادي نويرة، رأى الرجل ذا الأسمال البالية واللحية الكثة والنظرة اللماعة. بدا له وكأنه يراقب حركة المرور، تعبر السيارات من أمامه ولا يكترث لها، وقد ظن لطفي أنه يترصد سيارة بعينها، وحسب أنه سيعبر من أمامه في غفلة منه. تقدمت السيارة التي تسبقه، ثم تقدم هو، عليه أن يتوقف حتى تمر السيارات القادمة من جهة مبتدأ جادة الهادي نويرة. في تلك الأثناء التفت المتشرد، كذلك يقول مظهره، رآه فأقبل يسرع الخطوة نحوه. لما كاد يصل إليه تحرك لطفي بسيارته، كان يهمهم بكلام لم يبلغ مسمعه واضحا. لما ابتعد وصار في وسط الشارع نظر في المرآة العاكسة فرآه، أو خيل إليه أنه رآه. صار يتساءل، هل كان المتشرد ينتظره؟ أم هي صدفة أن يوجد في المكان الذي رآه فيه بالأمس وأن يهم بالاقتراب منه وهو يقول كلاما لا يستطيع أن يفهمه؟ في لحظة ما فكر في التوقف والعودة إليه راجلا، ولكنه خشي أن يتأخر عن موعد عمله هو المعروف باحترامه أوقات العمل. أقنع نفسه بأنه سيصادفه مرة جديدة، وستكون الثالثة مساء حين سيعود في طريقه إلى البيت، حتى إذا ما تحقق ذلك، وحتى إذا ما رأى أنه لا يعترض سبيل السيارات الأخرى، أيقن أنه يترصده هو ولا أحد غيره. ظلت تلك الأسئلة تلاحقه طيلة يوم عمله ذاك. وهو يغادر كان قد قرر أن يحسم في أمر هذا المتشرد الذي يعترض سبيله كالشبح. كانت الساعة تقترب من الخامسة
حين اقترب من نقطة تقاطع جادة الهادي نويرة بشارع مدينة الكاظمية. تمهل كما يفعل في كل مرة، ثم وهو يلج شارع مدينة الكاظمية رآه، كان واقفا يترصده، لم يعد لديه شك في ذلك. أسرع الرجل نحوه وهو يحمل على كتفه حقيبة كستها الأوساخ. توقف لطفي، انتظره أن يصل. حين صار عند نافذة سيارته أنزل الزجاج. الآن يرى وجهه أكثر وضوحا، بين حاجبيه وعينيه الوقادتين تجاعيد، البياض اكتسح شعر رأسه بالكامل، اللحية التي تدلت من وجهه في غير ما تناسق تمازج فيها البياض بالرمادي. لعدة ثوان ظل واقفا ينظر إليه، ثم فتح فمه فظهر الفراغ في مقدمة فكه العلوي. سأله: هل أنت لطفي؟ عجب أن يكون يعرف اسمه بيد أنه لم يره قط، وحتى يحصل منه على ما يثبت أنه يقصده هو، رد عليه بسؤال: لطفي من؟ عاد الرجل لينظر إليه بإمعان، ثم هزت شفتاه شاربيه، جاء صوته المبحوح يقول: لطفي بوزريعة. وهو يسمع اسمه الكامل أحس بما يشبه الدوار وبحيرة لم يحس بمثلها قط. نظر إلى الرجل وقد حافظ على خلو ملامحه من كل تعبير: وأنت من أنت؟ انتاب المتشرد سعال فاجأه وهو يهم بالرد، ولما هدأ قال له: أنا؟ قد لا تعرفني. لا بأس، سأقول لك: أنا بلقاسم. بلقاسم من؟ عاوده السعال قبل أن يرد: أنا بلقاسم الحديدي. ألست الزوجة هادية؟ ازداد لطفي ذهولا، الغريب يعرف اسم زوجته أيضا، لعله لم ينتبه إلى أن اسمه العائلي الحديدي يشبه الاسم العائلي لزوجته هادية الحديدي. سأله: من دلك على اسمي واسم زوجتي؟ من تكون؟ تلك التي هي زوجتك؟ هي ابنتي. نعم؟ لم يأته جواب، ورأى عيني الشيخ تدمعان. هو الآن في حيرة حقيقية، هل يصدقه؟ لعل الشيخ المتشرد لمح حيرته تلك، وحتى يطمئنه أنزل من كتفه حقيبته التي تراكمت عليها الأوساخ، فتحها، بداخلها بعض الملابس وحزمة أوراق وأشياء أخرى لم يستطع معرفتها على وجه التحديد. فتش بأصابعه المنتفخة بين تلك الأوراق وأخرج نسخة من رسم ولادة وناوله لطفي. أخرج من جيبه نظارتيه وصار يقرأ، لم يكن بحاجة إلى جهد كبير ليكتشف أنها نسخة من رسم ولادة زوجته هادية. تاريخ ميلادها هو نفسه الذي تتضمنه وثائقها، واسم والدها هو بلقاسم الحديدي كما هو مدون في كل وثائقها، كذلك اسم أمها. أزاح النظارتين ونظر إلى الرجل نظرة حائر، نزل إليه ودون مقدمات احتضنه، دعاه إلى الركوب، غير وجهته، أخبره أنه لن يكون بمقدوره أن يمضي به إلى ابنته وهو على تلك الحال. استأجر له غرفة في أحد الفنادق ومضى إلى محل تجاري قريب واشترى له ملابس جديدة، ثم في الغد وقد صار نظيفا مضى به إلى حلاق حسن هيئته. كان عليه أن يمهد لهادية. في تلك الليلة حكى لها عن حكايات تشبه قصتها التي لم تعرف تفاصيلها الكاملة، ثم أخبرها بأنه التقى والدها، وكذلك تم اللقاء في بيتهما. اكتشف لطفي أن بها بعض شبه لأبيها. على مدى عدة أيام حكى بلقاسم محنته هو التي امتدت عمرا كاملا ذاق خلاله السجن واستعباد عصابات التهريب، ثم لما تنفس هواء الحرية اتضح له أنه أضاع كل شيء. لم يكن ليخطر بباله أنه سيأتي يوم يلتقي فيه ابنته، وقد التقاها، ولكن فرحته لم تكتمل. تلك التي أحبها ماتت، لم يمهلها القدر المحتوم. شكرا لك على مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك، وأترك تعليقا في قناتنا لتبقى على الاطلاع بآخر قصص مشوقة ومحيرة من الواقع.
والمشاركة الفيديو في واتساب، فيسبوك وإنستغرام. كشبان كثيرين من قرية ديالي حلم إسماعيل سي بالهجرة. كان مثلهم يظن أن الرحيل وحده الكفيل بالخروج من دائرة الفاقة، ولكنه كان يظن أن دافعه هو أكثر وجاهة. لم يكن الفقر وحده ما دفعه إلى الهجرة، ولكنه أيضاً حبه لزينب. كانت من أجمل فتيات القرية، ولأنها اختارته هو دون سواه فقد قرر أن يركب الصعاب من أجل إعداد حياة تليق بذلك الحب الذي تبادله بحبه لها. لم يكن ليخفى عليه أن ثلاثة آخرين من أبناء القرية، ومنهم من كان أفضل حالا منها، نافسوه على زينب التي كانت صغيرة والدها شيخ علي، كانت تبعا لذلك الأكثر دلالة. في مدينة ليغانيس التي تقع في فلك العاصمة الإسبانية مدريد، استقر مهاجرون كثيرون، عدد كبير منهم ممن تسللوا إلى إسبانيا عبر رحلات الهجرة السرية. هناك في ليغانيس يلتقي أناس من أعراق مختلفة ومن قارات مختلفة، اللاتينيون الأمريكيون والأفارقة والمغاربيون وآخرون تسللوا من أوروبا الشرقية. حدث كل ذلك فيما يشبه سباقا مع الزمن قبل أن ينصرم القرن العشرون. إسماعيل سي داودا القادم من السنغال كان في العام 98-900 ألف واحدا من آلاف الذين تدفقوا بحرا على الضفة الإسبانية، يرفض بشدة العودة ولو بذاكرته إلى محنته مع المهربين والساعات الطوال التي أمضاها رفقة عشرات آخرين في البحر مكدسين على متن قارب صيد متهالك. يعتبر نفسه محظوظا إذ لم تنتهي حياته في البحر كما انتهت حياة الآلاف على مر السنوات الماضية. أمضى الرجل الذي يبلغ من العمر الآن 34 عاما سنوات خمسا يعمل في حقول الزراعة المغطاة في أطراف ألميرية. هناك تعلم كلماته الإسبانية الأولى، ثم اشتغل في البناء، وكان تحوله ذاك من العمل في الزراعة إلى البناء هو ما أتى به إلى ليغانيس. اتخذ من مهاجرين أمثاله أصدقاء، كانوا 7 أو 8 يلتقون مساء عند مدخل العمارة التي يسكنون شققا صغيرة بها لا منفذ لها إلى الواجهة ولا يمر بها المصعد الكهربائي. في شارع مونتي أوليفيتي كانت وجوههم معروفة لدى السكان، بل لا يساور أي منهم أدنى شك في أن الشرطة ومصالح الأمن تعرف عنهم الكثير وتراقب تحركاتهم. لاحظ إسماعيل سي داودا كما لاحظ أصدقاؤه أنهم يجدون صعوبة لا تخفى في مد الجسور من حولهم، وبلا تردد كان يرد وجود ذاك الحاجز الذي يحول بينه والاندماج إلى لون بشرته وسحنة أصدقائه، وقد قرر أن يكف عن الاهتمام بهذا الموضوع. ما يهمه أنه تمكن بعد معاناة السنوات الأولى من تسوية وضعيته والحصول على وثائق الإقامة القانونية، وقد اكتشف أن ما عاناه من أجل تلك الأوراق لا يختلف كثيرا عما عاناه أغلب الذين صار يحلو له اللقاء بهم في كل مساء وفي مناسبات الأعياد. كانوا جميعهم مسلمين، ومع أن عددا منهم قليلا ما يصلون فإنهم كانوا يحرصون على صوم رمضان واجتناب الخمر، وكانوا حين يكون الوقت مناسبا يتنافسون في إعداد الأطباق الأكثر شعبية في بلدانهم. وكما أغلب أصدقائه حين يخلو إلى نفسه يستحضر إسماعيل صورة حبيبته التي خلفها وراءه هناك في السنغال. لما عزم على الهجرة في رحلة لم يكن ضامنا لها نجاحا كانت زينب غادة من أجمل فتيات القرية. كانت في 16، الآن هي في 26. لم يبعث لها إسماعيل برسالة إلا بعد أن حصل على أوراق الإقامة والعمل في إسبانيا. كانت قد انقضت 5 سنوات، كان يمنع على نفسه كل اتصال بها لا يحمل بشارة، وكذلك كان لم يكن سهلا حصوله على تلك الوثائق،
مر بقنوات تعج بالسماسرة واضطر لدفع كل ما تمكن من توفيره من عمله في حقول الزراعة المغطاة في ألميريا. 5000 يورو كانت كل ما تمكن من توفيره خلال تلك السنوات، وقد دفعها لأحد السماسرة لقاء الحصول على وثائق الإقامة القانونية. أشهرا بعد ذلك اكتشف أن رب الضيعة الذي كان يشتغل عنده نال هو الآخر نصيبه من ذلك المبلغ. الآن وقد انقضت كل تلك السنوات يبتسم وهو يتذكر، ولكنه يألم كثيرا وهو يذكر الكوخ الذي كان له مأوى في تلك المزرعة يتقاسمه مع أفارقة ومغاربيين آخرين. لن ينسى أبدا وجه ريكاردو الذي كان رب الضيعة قد أوكل إليه أمر العمال. كل ذلك من الماضي الآن، ولكن الندوب التي تركها في نفسه لا يعتقد أنها ستنمحي، ولو أنها لا تؤلم إلا حين يستحضر تلك الظروف القاسية التي عاشها في حقول ألميريا. كشبان كثيرين من قرية ديالي حلم إسماعيل سي بالهجرة. كان مثلهم يظن أن الرحيل وحده الكفيل بإخراجه من دائرة الفاقة، ولكنه كان يظن أن دافعه هو أكثر وجاهة. لم يكن الفقر وحده ما دفعه إلى الهجرة، ولكنه أيضا حبه لزينب، كانت من أجمل فتيات القرية، ولأنها اختارته هو دون سواه فقد قرر أن يركب الصعاب من أجل إعداد حياة تليق بذلك الحب الذي تبادله بحبه لها. لم يكن ليخفى عليه أن 3 آخرين من أبناء القرية، ومنهم من كان أفضل حالا منها، نافسوه على زينب التي كانت صغيرة والدها شيخ علي، وكانت تبعا لذلك الأكثر دلالا. وهو في مهجره هناك في أطراف ألميريا وهنا في ليانس لا تغيب زينب عنه. يوم حصل على الوثائق التي تسمح له بالتجول بحرية في الشوارع سيرا على الأقدام ودون ما حاجة إلى الاختباء في عربات معدة لنقل البضائع، قرر أن يكتب لها رسالته الأولى منذ أن رحل عن قريته ديالي. كانت رسالة مطولة، اختار كلماتها بعناية ودقة وبعث بها إلى شقيقه الأصغر، وقد كان يفترض أنها لا تزال هناك. وضع ما كتبه في تلك الليلة الباردة في ظرفين، الذي يحمل اسم زينب كان في الداخل، في الغلاف الخارجي كتب اسم شقيقه. الرسالة التي بعث بها إلى والده وإلى الأسرة وضعها في ظرف مختلف لونه عن الظرف الذي وضع فيه رسالته إلى الحبيبة. ما كان يخشاه إسماعيل أن تكون زينب تزوجت بعد أن طال بها الانتظار. لم يأته منها رد سوى بعد 3 أشهر. حكت فيه عن كثير من الأمور، حكت له عن وفاة جدتها عائشة التي كانت شديدة الارتباط بها، وعن الذين جاءوا يخطبونها وردتهم. قالت له إنها قررت ألا تتزوج ولو انتظرته إلى ما لا نهاية. وقد ازداد تعلقا بها وهو يقرأ ما كتبته. قالت له إنها كانت تود لو تستطيع أن تبعث له بصورتها. لم تشرح له سبب عدولها عن ذلك، يذكر أنها خجولة كانت ولعلها ما زالت كذلك. كانت قد جاءته رسالة من شقيقه الأصغر يخبره بأحوال الأسرة، كانت رسالة مطمئنة. إسماعيل وهو يسمع المهاجرين المغاربة من حوله يتحدثون عن الإعداد للذهاب إلى المغرب لقضاء العطلة، كان يحلم بأن يتمكن هو أيضا من شراء سيارة والسفر بها إلى السنغال وإلى ديالي قريته النائية. مرات كثيرة وهو نائم حلم بأنه فعل ورأى الناس في القرية يستقبلونه استقبال الأبطال ويبدون الإعجاب به. وهو نائم كان يحس بتلك النشوة التي يعتقد أنه لا بد شاعر بها إن فعل في الواقع. وكذلك تعلم السياقة واشترى من أحدهم سيارة قديمة. يراوده في اليقظة الآن حلم السفر إلى السنغال برا، وقد كتب بذلك إلى حبيبته. ومع أنه صار يستطيع الجولان بسيارته في لوغانيس وصار أقرب إلى الحقيقة لديه أن يستطيع السفر إلى السنغال، إلا أنه فكر في أن المسافة بعيدة، قرر أن يسافر جوا. كان تلك السنة 10 له في المهجر،
قد تمكن من توفير مبلغ لا بأس به 10,000 يورو. في حساباته فإن جزءا من ذلك المبلغ سيتيح له السفر إلى السنغال وخطبة زينب والزواج منها، ثم بعد القيام بالإجراءات والمساعي الضرورية اصطحابها إلى إسبانيا للإقامة معه. كان إسماعيل سيداودة عدا الأوقات التي يمضيها في أوراش البناء يخصص من أوقاته حيزا لا يستهان به لحلمه الأكبر أن يتزوج زينب، وكان ذلك يساعده في الآن نفسه على التخلص من بعض مما كان يلاقيه كمهاجرين آخرين مثله من بعض الأوساط المعادية للأجانب. في قرية ديالي شاع أن إسماعيل أفلح في هجرته إلى أوروبا وأنه قادم للزواج من زينب التي انتظرته خلال كل تلك السنوات. الشابة ذات 26 ربيعا لم تكن تعقب على ما يقال، ولما تحدد موعد قدومه بدت عائلته وأيضا عائلة الشيخ علي، وإن لم يبلغ الأمر حد الرسميات، وقد وضعت في حالة تأهب حقيقية. وقد لاحظت شقيقات إسماعيل أن بعض فتيات القرية صرن تحاولن التقرب منهن لعلهن تحلمن بالزواج من إسماعيل. في مدخل منزل إسماعيل بالقرية تجمع أناس كثيرون على إيقاع أهازيج شعبية وإيقاعات يعزفها موسيقيون محليون. ثم قبيل مغرب العاشر من شتنبر من العام 2000 في ظل غبار تصاعد يتبع سيارة نفعية من ستينيات القرن الماضي وصل إسماعيل. كان يرتدي بذلة مقلمة بخطوط سوداء عريضة على خلفية رمادية لماعة. كان يبدو وسط أهالي القرية رجلا من عالم آخر. ثم شرع في إنزال ما جاء به من هدايا اشترى أغلبها من متاجر داكار. على مدى 3 أيام بلياليها لم يبرح إسماعيل البيت، وكان يود لو يلتقي زينب، ولكن الوافدين على دار عائلته مهنئين لم يتركوا له فرصة لذلك. وقد فاجأه والده بأن سأله بدون مقدمات ولا تمهيد عن اليوم الذي يرغب في الذهاب فيه لخطبة زينب، رد بسرعة محددا الغد. لما رآها بعد أن خطبها لاحظ أنها لم تفقد شيئا من جمالها إلا ما كان من مسحة حزن تلازمها. أخبرته بأنها من مخلفات غيابه الطويل. بعد أقل من أسبوع كانت تزف إليه، ولما انقضت عطلته 10 أيام بعد زواجهما اضطر إلى العودة. قال لها إنه سيباشر إجراءات إلحاقها به. كان الأمر أكثر تعقيدا مما ظنه، وانتظرت زينب 2 آخرين قبل أن تأتي إلى لوغانس لتسكن شقة من غرفة واحدة ومطبخ وحمام تتشاركه مع الجيران. شكرا لك على مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك، وأترك تعليقا في قناتنا لتبقى على الاطلاع بآخر قصص مشوقة ومحيرة من الواقع، والمشاركة الفيديو في واتساب، فيسبوك وإنستغرام. الأشهر التي انقضت على ظهور المتشردة في محيط مسجد عمر بن الخطاب لم تكن لتمر دون أن تثير الفضول لدى البعض، بل إن المرأة رغم حالتها تلك تعرضت أكثر من مرة لمحاولة اغتصاب. كانت أصابع الاتهام تشير إلى حارس ليلي، حاول أن ينكر، ولكن آثار الخدش التي ظلت على وجهه وعنقه لعدة أيام كانت تثبت الشبهة التي حامت حوله. ولأنها لم تشتكيه إلى الشرطة فقد ادعى أن تلك الخدوش إنما لحقته أثناء محاولته الإمساك بأحد اللصوص. تحرك الجسم الملفوف بعدة أغطية، ثم ظهر وجه امرأة، فتحت عينيها وتمطت حيث هي، ثم أخذت وضع الجلوس. كانت الساعة تقترب من 11 صبحا. منذ عدة أشهر صار مألوفا مشهد تلك المتشردة بجوار مسجد عمر بن الخطاب في قسنطينة. تضع على رأسها غطاء يحمل رسوم أوراق وأزهار، ترتدي قميصا طويلا لونه الأزرق صار باهتا. العابرون من هناك أغلبهم يكتفون بإلقاء نظرة إليها ثم يواصلون السير. تنظر إليهم فيما يشبه الذهول، تهرش أم رأسها بكلتا يديها، تتثاءب، ثم تبدأ في طي الأغطية التي التحفتها حينما كانت نائمة. وهي تفعل
تلقي من حين إلى آخر بنظرة إلى العابرين من هناك. تعيد ربط المنديل الذي تضعه على رأسها ثم تنهض، تجمع ما كانت تفترشه، تحمل كل ذلك على ظهرها وتمشي إلى أن تبلغ المقبرة المسيحية. تتخطى السياج وتتوغل بين القبور إلى أن تبلغ مكانا اعتادت أن تأتي إليه فتودعه ما حملت من غطاء وفراش. هو يوم جديد يبدأ في حياة تلك المتشردة. من حقيبة يدوية مهترئة أخرجت علبة سجائر، تناولت واحدة، مررتها بمحاذاة أنفها كما تفعل كل صباح، أعادت السيجارة إلى العلبة ومضت تبحث عن وجبة فطور. على بعد عدة شوارع من المقبرة المسيحية، في شارع حركة المرور فيه غير كثيفة، وقفت بباب مقهى تنظر إلى الجالسين حول الموائد يتناولون وجبات الفطور أو يحتسون فناجين قهوة. تعودت أن يشفق أحدهم لحالها، قد تنتظره لبعض الوقت، فينادي عليها. تقترب في صمت، يطلب من النادل أن يعد لها وجبة فطور، تبتسم ولا تقول شيئا، ثم دون أن تنتظر ما سيقوله النادل تختار واحدة من الطاولات التي لا يجلس حولها أحد وتقتعد كرسيا. خلال فترة انتظار الفطور لا تفتأ تحرك ساقيها كأنها طفلة، لعلها بذلك تعبر عن فرحتها. ثم يأتي النادل بما دفع ثمنه ذلك الزبون الذي نادى عليها. تبدو وهي تأكل ما حمل إليها وكأنها منقطعة عن هذا العالم المحيط بها. لما تفرغ ولا يعود شيء في صحنها، تعود إلى لفافة السجائر التي مررتها آنفا قرب أنفها، تضعها في فمها ثم تشعلها، تشرب منها مطولا فيصير رأسها ملتهبا كالجمر، ثم تزيحها من فمها فتخرج من فيها ومن مناخيرها سحابة دخان كثيفة. تمتد يدها إلى كوب القهوة الذي ما زال ممتلئا إلى ما يزيد على النصف فترشف منها. هناك حيث تجول منذ عدة أشهر ينادونها بألقاب شتى، بالحمقاء تارة والمجنونة تارة أخرى، وقلة ممن صارت وجها مألوفا في طريقهم كانوا يطلقون عليها اسم ياقوت. لا أحد قال يوما إنها أخبرته بأن اسمها ياقوت، كانت تجيب إذا ما دعيت بذلك الاسم. كان من الناس في ذلك المجال من قسنطينة حيث تتحرك من يتصدق عليها ببعض المال، ومنهم من جاءها بملابس، وآخرون حاولوا التقرب منها يأملون معرفة قصتها الكاملة. منذ أن ظهرت للمرة الأولى في محيط مسجد عمر بن الخطاب بدت وكأنها تنتظر أحدا أو تبحث عن أحد. هي استنتاجات استنتجها بعض الذين لفت وجودها انتباههم. تمضي المرأة التي تبدو دون 40 أيامها في التجوال، حين تتعب تقتعد الرصيف، وحين تجوع تمضي إلى باب مطعم أو مكان يبيع المواد الغذائية حيث يعطيها الزبائن. لم تكن دوريات الشرطة التي تصادفها من حين إلى آخر تقلقها، تراقبها وهي تمضي ثم تواصل طريقها. الأيام تتشابه لدى ياقوت، تبدأ ضحا وتنتهي قبيل منتصف الليل في جوار مسجد عمر بن الخطاب بعد المرور عبر المقبرة المسيحية لحمل الغطاء وما تفترشه. في الأيام الماطرة تضيف غطاء من البلاستيك. الأشهر التي انقضت على ظهور المتشردة في محيط مسجد عمر بن الخطاب لم تكن لتمر دون أن تثير الفضول لدى البعض، بل إن المرأة رغم حالتها تلك تعرضت أكثر من مرة لمحاولة اغتصاب. كانت أصابع الاتهام تشير إلى حارس ليلي، حاول أن ينكر، ولكن آثار الخدش التي ظلت على وجهه وعنقه لعدة أيام كانت تثبت الشبهة التي حامت حوله. ولأنها لم تشتكيه إلى الشرطة، فقد ادعى أن تلك الخدوش إنما لحقته أثناء محاولته الإمساك بأحد اللصوص. الذين سمعوه وهو يزعم ما يزعمه ضحكوا ما أن انصرف. وقد استغرب كثيرون ألا تغير المتشردة مكانها، وقد رصدوا حالة النرفزة التي تبدو عليها كلما مر بجوارها ذلك الحارس الليلي. ذات فجر من أواخر مارس من العام 2000
غير بعيد عن المقبرة المسيحية اكتشفت جثة رجل تحمل آثار طعنة بأداة حادة على مستوى الصدر، وسرعان ما تبين أن القتيل ليس سوى موسى الحارس الليلي الذي حامت حوله شبهة محاولة اغتصاب المتشردة. مقتله أعاد إلى دائرة الضوء ما دار همسا حول محاولته اغتصاب ياقوت المجنونة، ولعله كان طبيعيا أن يؤتى بالمرأة إلى مخفر الشرطة للتحقيق معها. كانت المرة الأولى التي يمسك بها منذ أن ظهرت في قسنطينة. لم يكن عسيرا العثور عليها، فمساراتها اليومية معروفة. التقطها رجلان من الشرطة ولم تكن قد غادرت مرقدها المعتاد بجوار المسجد. يومها لم تمنح فرصة للتمطي ولا للتثاؤب أو جمع أغطيتها وما تفترشه. كل شيء ظل هناك، ودفعت دفعا إلى داخل سيارة للشرطة انطلقت سريعا. كان قد تحلق بالمكان بضعة فضوليين، وسريعا أقيم رابط بين القبض عليها واكتشاف جثة الحارس الليلي موسى. جميعهم كانوا يعلمون أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب وأنها صدت موسى بكل ما أوتيت من قوة. في مخفر الشرطة أودعت غرفة بها نافذة وحيدة في أعلى الجدار المقابل للباب. انتظرت هناك ما يزيد على الساعة. يومها لم تتح لها فرصة لتدخين سيجارتها الأولى ولا شرب فنجان قهوة أو تناول وجبة فطور يتصدق بها عليها أحدهم. ثم بعد طول انتظار فتح الباب، وأمسك بها رجل الشرطة من ذراعها وقادها إلى غرفة يتوسطها مكتب يجلس خلفه ضابط شرطة بالزي المدني. كان رجلا أنيق الملبس. ما أن مثلت أمامه حتى أشار إلى الذي جاء بها أن يخرج، ظلت واقفة مكانها. سمع صوت الباب عند إغلاقه. نظر إليها الضابط مطولا ثم قال لها أن تجلس. لم تتحرك من مكانها. كرر دعوتها إلى الجلوس وقرمها بإشارة إلى الكرسي. تأتي منها رائحة كريهة، عليه أن يتحملها. لما جلست وعيناها تنطقان بالخوف الذي اعتراها، سألها الضابط عن سبب قتلها موسى. ظلت صامتة، ولما كرر سؤاله كانت نبرته أكثر حدة وصرامة. لماذا قتلت موسى؟ لعلها لا تصدق ما يقوله الرجل. قالت كنت نائمة. بدا له أن ردها بعيد كل البعد عن السؤال الذي وجهه إليها، وقد ظن أنها لم تفهمه، ولعله شك في حقيقة جنونها. قال لها بنبرة بدت مستفزة: أنا أعلم أنك لست مجنونة. لم تجب، ولعل الضابط ترك لها فرصة للإجابة. كانت المرة الأولى التي سيسمع فيها صوتها. قالت بصوت مبحوح: لست مجنونة. لم تضف شيئا إلى ما نطقت به، وقد وجد الضابط في نطقها ما يشير إلى إمكانية بوحها بالمزيد. ابتسم في وجهها وأخرج من درج مكتبه علبة سجائر، ناولها واحدة. بعد أن دخنت بدت عقدة لسانها وقد فكت. قالت لست مجنونة، أنا متشردة لأنني لا أعرف أحدا في هذه المدينة. الرجل الذي قتل حاول أن يغتصبني ذات ليلة، ولكنني دافعت عن نفسي. منذ إذن لم يعاود المحاولة، ولكنني لم أقتله. نادى الضابط على الشرطي الواقف بالباب وطلب منه استدعاء أحد المساعدين لتحرير محضر الاستماع للمتشردة. كان عليها أن تدلي باسمها الكامل. قالت إنها تدعى رابحة، رابحة معسول. نفت أن يكون اسمها ياقوت، ولكنها تبنته لها اسما لما صار البعض ينادونها به. علم منها أثناء جلسة الاستماع أنها جاءت من العاصمة تبحث عن زوجها الذي اختفى قبل 3 سنوات. كان يعمل في شركة للنقل وانقطعت أخباره فجأة، وقيل لها إنه استقر في قسنطينة حيث تزوج من أخرى. في كل ما قالته المرأة لم يجد المحققون ما يقود إلى علاقة لها بمقتل موسى الحارس الليلي، ولكن النبش في ملفات الشرطة بعد أخذ بصماتها كشف عن أن المرأة التي أمامهم مبحوث عنها في قضية قتل كان ضحيتها رجل اسمه بن عباس يونس، ولم يكن سوى زوجها الذي قالت إنه مفقود منذ 3 أعوام.
في جلسة استماع كانت الأسئلة فيها أكثر عمقا، تحدثت رابحة تلك التي عرفت بياقوت المتشردة عن تفاصيل عملية القتل التي أفضت إليها غيرتها المفرطة. شكرا لك على مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك، وأترك تعليقا في قناتنا لتبقى على الاطلاع بآخر قصص مشوقة ومحيرة من الواقع، والمشاركة الفيديو في واتساب، فيسبوك وإنستغرام. كان الصف يتقدم نحو شباك تطل منه سيدة ذات شعر أسود قص قصيرا. لاحظ شاكر أن كل الذين سبقوه لم يفصحوا عن بلدهم الأصلي، وزعموا بأنهم لا يملكون بطاقة هوية. الذي كان أمامهم التفت وقال لهم أن لا يفصحوا عن جنسيتهم وأن لا يقدموا وثيقة لإثبات الهوية. ونقل شاكر وعبد الحميد وثلاثة آخرون إلى مركز خاص بالقاصرين. سمع من كان يبدي خوفه من أن يعاد إلى تونس أو إلى ليبيا. كان البحر هائجاً، الموج يتلاطم بإيقاع صاخب ولكن بوتيرات منتظمة. يرتفع القارب ثم يهوي بعد مرور كل موجة. أيقن الركاب أنهم غارقون لا محالة. كانت وجوههم شاحبة واجمة، لا يجرؤ أحد منهم على الكلام. كان من بينهم من يردد في قرارة نفسه أحسن ما يحفظه من دعاء: نحن في يونيو من العام 12 و2000، وراء ضباب الصباح تتراءى يابسة. القارب لم يعد بعيدا عن جزيرة لامبيدوزا. ثم فجأة ظهر زورق لخفر السواحل. قال أحدهم: إنهم الإيطاليون. قام الزورق بعدة لفات من حول قارب الصيد المتهالك الذي تكدس على متنه نحو 30 شخصا. كان على بعد 20 أو 30 مترا. صوت محركه وهو يقطع الموج يملأ المكان. شهد أحد رجال خفر السواحل يحمل في يده مكبرا للصوت. كان بجانبه رجل يحمل بندقية رشاشة. من مكبر الصوت جاءت كلمات لم يفهمها الراكبون. قال الذي قاد الرحلة المغامرة: إنهم يريدون إنقاذنا، سنتوقف. أسكت المحرك المعلق في ذيل القارب الذي صار الموج يحركه كما تحرك أم مهد وليدها. اقترب زورق خفر السواحل حتى كاد يصدم القارب الخشبي. نزل أحد رجال الخفر الإيطاليين، بينما ظل ذاك الذي يحمل بندقية رشاشة يهيمن بنظره على القارب ومن فيه. تم ربط القارب إلى الزورق ومضى يقطره. الركاب يرتعشون بردا ربما، ولعلهم يرتعدون خوفا من المجهول الذي يساقون إليه. هو المجهول نفسه الذي تصوروه مغامرة نحو أيام أجمل وحلم وردي يتحقق. يستحضر شاكر العراس ذو 17 ربيعا تفاصيل الإبحار من شاطئ ملولش التونسي، ودون أن ينبس ببنت شفة كان يقرأ في قسمات وجه صديقه الذي في مثل عمره عبد الحميد بن محمود الأحاسيس نفسها التي تغمره، تجتاحه، تكتسحه. ثم إنه يتساءل عن المآل، متأخرا يتساءل. لم يعد للمغامرة التي دخلها طوعا طعمها الذي كان، ولم يعد متقدا لديه ذاك الحماس لركوبها. صارت لامبيدوزا ماثلة أمامه الآن، بل هو ومن معه ماثلون أمامها. يعلمون أنهم يقفون الآن بباب أوروبا، فقد أخبرهم بن مرزوق ذاك الذي نظم الرحلة واختفى عن الأنظار 2 قبل الإبحار بأنهم إن بلغوا مياه لامبيدوزا وتم القبض عليهم فسيكونون قد دخلوا مجال الحلم الأوروبي. هل يصدق فيما قاله؟ ذاك سؤال سيظل مطروحا لديهم. أنزل ركاب القارب الذي كان يحمل على جنبه اسما كتب بطلاء أخضر: بن مرزوق 5. تساءل شاكر العراس إن كان بن مرزوق يملك أكثر من قارب، وأن الذي حملهم إلى هنا هو 5 من بين القوارب التي في ملك بن مرزوق، الذي لا أحد يدري يقينا إن كان ذاك هو اسمه الحقيقي. اصطف من أنزلوا من القارب مثنى مثنى. كان شاكر وعبد الحميد
من بين 5 قاصرين وجدوا على متن المركب. ينحدر اليافعان من حي برهمية في مدينة سيدي بوزيد. كان والد شاكر يعمل بناء، بينما كان والد عبد الحميد عونا ببلدية المدينة. كان من بين أفراد أسرتين تتكونان من 7 و8 أفراد. تعود صداقة اليافعين إلى سن الطفولة الأولى، لعبا معا في أزقة الحي، ومعا ذهبا إلى المدرسة، وظلا يختلفان إلى فصول الدرس معا حتى بلغا منتهى التعليم الإعدادي. صارا يعيان الفقر الذي تعيش فيه أسرتاهما، وكانا يريان رغد العيش لدى المهاجرين الذين يعودون لقضاء عطلة الصيف في سيدي بوزيد. وكما يافعين مثلهما وشبان بل ومن تخطوا مرحلة الشباب، تسللت إلى نفسيهما فكرة الهجرة إلى أوروبا من أجل تحسين ظروف العيش لهما ولأسرتيهما. كان يريان في أيام العطلة الصيفية مظاهر الرخاء على مهاجرين كثيرين، وفي تصورهما الهجرة تعني أولاً العودة من المهجر بسيارة فاخرة وبحافظة مكتنزة أوراقا نقدية تتيح شراء ما تهواه النفس وتشتهيه. كان الصف يتقدم نحو شباك تطل منه سيدة ذات شعر أسود قص قصيرا. لاحظ شاكر أن كل الذين سبقوه لم يفصحوا عن بلدهم الأصلي، وزعموا بأنهم لا يملكون بطاقة هوية. الذي كان أمامهم التفت وقال لهم أن لا يفصحوا عن جنسيتهم وأن لا يقدموا وثيقة لإثبات الهوية. بتلقائية وربما لأنهما لا يملكان تصورا واضحا، اتبع ما وسوس به الذي مر قبلهما إلى شباك المرأة ذات قصة الشعر القصيرة. حمل الجميع إلى مركز إيواء المهاجرين، ونقل شاكر وعبد الحميد وثلاثة آخرون إلى مركز خاص بالقاصرين. سمع من كان يبدي خوفه من أن يعاد إلى تونس أو إلى ليبيا. فوجئ القاصران بما لم يكن لديهما في الحسبان. في ذلك المركز مراهقون وأطفال تشي ألسنتهم باختلاف البلدان التي جاءوا منها. في مركز التأهيل الذي أودع فيه تمكن بعد مرور شهر من تعلم عبارات إيطالية تمكنهم من التواصل مع القائمين على المركز، إلا أنهما ظلا مسكونين بتلك الرغبة الجامحة في الخروج والعمل. إنهما يريدان لمغامرتهما أن تكتمل وتستوفي كل ما بنيت عليه، لا يتصوران غير ذلك. في ذلك المركز تعرف إلى يافع قال إنه مصري أبحر من ليبيا، وقبض عليه مع آخرين قبل 6 أشهر. هو الآخر كان مثلهما ينتظر أن يحسم في مصيره، إما الإبقاء عليه في إيطاليا أو الترحيل إلى بلده الأصلي بعد إثبات هويته. لم يكن يرى أنه سيرحل، ولم يكن يرغب في ذلك، وكان الراجح في ذهنه أنه سينتقل مع يافعين آخرين إلى روما أو إلى مدينة أخرى من البر الإيطالي. من حين إلى آخر كانت تتناهى إليهم أخبار تقول إنهم سيرحلون إلى بلدانهم الأصلية، ولم يكن لديهم استعداد أدنى استعداد لتصديق تلك الأخبار. إنهم لا يرون لذلك سوى معنى وحيد، أن مغامرتهم التي ركبوها سعيا وراء مستقبل أفضل قد انتهت إلى فشل ذريع وخيبة أمل لم يتصوروها من قبل ولم يضعوها في حساباتهم. ولما رأوا أن أنباء الترحيل إلى تونس وليبيا صارت ترد بوتيرة متقاربة الإيقاع، تسللت إلى أنفسهم فكرة الهروب. قال شاكر إن عليهم أن يخططوا جيدا لذلك، ولكن الهروب إلى أين؟ لم يكن لشاكر ولا لصديقه عبد الحميد عنوانا يقصدونه في هروبهم من مركز التأهيل. قال الفتى المصري الذي أبحر من ليبيا واسمه فوزي إن له ابن خال يستقر الآن في نابولي، وإنه تمكن قبل 4 أعوام من الحصول على أوراق الإقامة والعمل. صمت قليلا وأضاف أنه لا يشك في أنه سيساعدهما. بادره شاكر بسؤاله عما إذا كان لديه عنوانه،
نظر فوزي إليه بتركيز لا يخفى وقال إنه يحفظ عن ظهر قلب رقم هاتفه. كان فيما قاله فوزي ما يمنح الحلم الأوروبي لديهم نفسا جديدا، ولكنهم لا يعرفون إلى نابولي سبيلا، ثم إنهم لا يزالون في لامبيدوزا وهي جزيرة ليس سهلنا الخروج منها. قال عبد الحميد الذي ظل يتابع باهتمام الحديث عن الهروب إن عليهم أن ينتظروا ترحيلهم إلى البر الإيطالي. مساء ذلك اليوم أبلغوا بالاستعداد للرحيل. لم يتم إخبارهم بالوجهة ولا وجدوا من يطمئنهم بأنهم لن يرحلوا إلى تونس أو ليبيا. صبح اليوم التالي حملتهم سيارة باص تابعة لمركز الإيواء إلى مطار لامبيدوزا. أركبوا طائرة عسكرية أقلعت بهم إلى باليرمو. استغرقت الرحلة ساعة وربما أكثر من ذلك بقليل. لم يكن أي من الثلاثة قد ركب الطائرة من قبل، وكان مشهد البحر ثم اليابسة من علٍ يمتص كل اهتمامهم ويخرج كل ما في نفوسهم من فضول وحب استطلاع. لم يتبادلوا حديثا طوال الرحلة، ثم لما بدأت الطائرة بالنزول انتابهم إحساس غريب، انتاب أيضا آخرين من بين المرحلين من لامبيدوزا. أسفل سلم الطائرة اصطف متقابلين عدد من رجال الأمن وشكلوا ممرا لا يمكن اجتنابه. في نهايته شاحنة صعد إليها كل من جاءت بهم الطائرة ثم انطلقت إلى مركز الإيواء. كان مختلفا عن مركز لامبيدوزا في كل شيء. الأيام محكومة بإيقاعات وجبات الطعام والنوم وحصص من الرياضة. بعد انقضاء الأسبوع الأول من وجودهم في هذا المركز لم يكن واضحا الذي ينتظرهم، وتمكنوا في تلك الأيام المعدودة من رصد الحركة وما يحكمها هناك. في الباب حارس لا يبرح مكانه إلا حين يحضر الذي يعوضه، والقائمون على رعاية الأحداث نزلاء المركز لا يغفلون عنهم طرفة عين. لاحظ عبد الحميد وصديقاه أن حصة الرياضة التي تبدأ في 7:30 من كل صباح تنتهي في الوقت نفسه الذي تدخل فيه شاحنة التموين ساحة المركز، وكذلك وسوس لصاحبيه بالتسلل إلى الشاحنة، حتى إذا ما غادرت المركز وصارت خارج أسواره نزلوا منها وانصهروا في الشارع المكتظ بالمارة. ولكن تنفيذ ما وسوس به عبد الحميد يتطلب صبرا وترقبا للحظة المناسبة. دام الترقب أسبوعين، صار الثلاثة أكثر انسجاما وصاروا يراقبون عن كثب دخول شاحنة التموين وخروجها وما يحيط كل ذلك من إجراءات. وذات مساء قال فوزي المصري إنه شاهد فيلما رائعا حول عملية هروب من السجن بالتسلل إلى شاحنة القمامة. كان شاكر وعبد الحميد ينصتان إليه وهما ممددان على سريريهما، ولعلهما والأنوار مطفأة كان يجدان في الإنصات إليه متعة ما. قال إنه يستطيع تقليد عملية الهروب التي حكاها الفيلم. صمت قليلا سمعاه يضحك قبل أن يضيف بأن التغيير الوحيد سيكون استبدال شاحنة القمامة بشاحنة التموين. كانت الشاحنة تدخل المركز في حدود 8:30 صباحا وتظل مركونة بجوار مدخل البناية حتى حدود 10:30 وأحيانا حتى 11:00. كان السائق جيوسيبي، كذلك سمعوهم ينادونه، ستيني، وكان يبدو رجلا مرحا صاحب نكتة. وحين يصعد إلى مقصورة الشاحنة ويجلس خلف المقود تتغير ملامحه ويبدو بجدية تناقض ما كان عليه من مرح وانطلاق وهو يمازح العاملين في المركز. فكر الثلاثة في التسلل إلى الشاحنة بعد الاغتسال عقب حصة الرياضة. هي فرصة لحمل ملابسهم وما لديهم في حقيبة الرياضة. سيخرجون من الحمام بينما يكون آخرون منهمكين في الاغتسال أو منتظرين أدوارهم. كان فوزي الذي يحس بنفسه مهندس عملية الهروب الكبرى التي يقبلون عليها
قد أوحى إلى صاحبيه بأن يخفيا بعض الطعام تحسبا لما هو آت. تم تحديد الساعة الصفر في صباح الجمعة، وكان السر وراء اختيارهم ذلك اليوم دون سواه أنهم إن تمكنوا من الخروج من المركز فسوف يستطيعون المضي إلى أبعد دون أن يلحق بهم أحد. عطلة نهاية الأسبوع فرصتهم. صباح الجمعة مضوا إلى حصة الرياضة. لم يكن في سلوكهم ما يثير الانتباه. في حقائبهم الرياضية وضعوا ألبسة سيرتدونها بعد نهاية الحصة. ثم جاءت شاحنة التموين. رأوا جيوسيبي ينزل ويفتح الباب الخلفي للشاحنة، وكما في كل يوم جاء مستخدمان من المركز ينزلان ما جاء به من بضاعة. في تلك الأثناء أعلن أستاذ الرياضة نهاية الحصة. تسابق المراهقون إلى الحمام، وكان الثلاثة شاكر وعبد الحميد وفوزي أول الداخلين. مضى كل شيء كما خططوا له. ظل فوزي يراقب الشاحنة من باب الحمام، ولما بدا له أن عملية إنزال البضاعة قد انتهت أشار إلى صاحبيه بأن اللحظة الموعودة قد حلت. جرى فوزي إلى الشاحنة وفتح الباب الخلفي، ثم جرى شاكر وتسلل إلى الشاحنة، ولما تبين أن لا أحد انتبه إلى الذي يحدث انطلق عبد الحميد مسرعا ودخل الشاحنة. كان فوزي آخر الداخلين. الدقائق تمضي ببطء لم يعهدوه من قبل. تناهت إلى أسماعهم واحدة من تلك الضحكات المميزة لجيوسيبي سائق الشاحنة. لقد تعلموا من مراقبتهم أنها ضحكة الوداع، وأن السائق لن يلبث أن يتسلق سلم مقصورة الشاحنة وينطلق. تم كل شيء كما خالوه. سمعوا محرك الشاحنة وأحسوا بها تتحرك. من توقفها علموا أنها بلغت الباب وأن خروجهم من المركز مسألة دقائق. الشاحنة تسير بلا توقف منذ نحو نصف ساعة، ثم توقفت فجأة. تقدم فوزي إلى الباب وفتحه بحذر. هو توقف عند إشارة ضوئية. هم بأن يدعو صاحبيه إلى النزول، ولكنه رأى سيارة تقف مباشرة خلف الشاحنة. أغلق الباب وعاد إلى مكانه. انطلقت الشاحنة من جديد لتتوقف بعد مسافة قصيرة. نهض مرة أخرى وفتح الباب بحذر. عليهم أن ينزلوا بسرعة. الشاحنة تستعد للدخول إلى مرآب لعله مرآب شركة التموين. قفزوا تباعا واندفعوا في الشارع. كانت المرة الأولى التي يرون فيها أزقة المدينة. مشوا بلا توقف حتى وصلوا إلى مكان به غطاء نباتي كثيف. قال فوزي إنه يظن أن بإمكانهم أن يختبئوا هناك حتى يروا ما هم فاعلون. قصدوا إلى شجرة كانت تبدو الأكبر. من هناك رأوا سيارة للشرطة، ما لبثت أن غابت عن أنظارهم. ظنوها ابتعدت. أطرقوا يفكرون. قال فوزي إنه يحاول تذكر رقم هاتف ابن خاله الذي يسكن في نابولي. وبينما هم يتبادلون الحديث عن الوجهة التي عليهم أن يتبعوها، فاجأتهم سيارة شرطة. لم يترك لهم مجال للهروب. تم الإمساك بهم، وفي مركز الشرطة علموا أنهم كانوا موضوع إبلاغ من إدارة مركز الإيواء. بعد أسابيع حدث ما ظلوا يخشون حدوثه. تم ترحيل شاكر وعبد الحميد إلى تونس، بينما رحل فوزي إلى ليبيا. شكرا لك على مشاهدة الفيديو. لا تنسى الإعجاب والاشتراك، وأترك تعليقا في قناتنا لتبقى على الاطلاع بآخر قصص مشوقة ومحيرة من الواقع. والمشاركة الفيديو في واتساب، فيسبوك وإنستغرام. حين كان يخلو إلى نفسه وقد صارت حياته خلوة مسترسلة، يحاول أن يفهم حقيقة الذي حدث والذي كان السبب في رحيله عن قرية الجماعة. لن ينسى الصدمة التي أصابته وهو يستمع إلى شقيقه. لم يقوى على التصديق. كيف له أن يصدق؟ كان يظنها وفية عفيفة. يومها لم يتمالك أعصابه. صرخ في وجهها.
كان في ذروة غضبه لما هددها بالقتل إن هي عاودت الخروج من البيت في غيابه. قال لها: سأذبحك. حين يظهر غريب في قرية ما وفي حي من أحياء مدينة ما، يستنفر ظهوره فضول الفضوليين واهتماما من عيون السلطات وآذانها، لا يكاد يكون هناك استثناء يذكر. ومن أولئك الغرباء من يتلفع بلفاع الورع، وآخرون يتخذون من الحمق قناعا ويلبسون مسوح المجاذيب والزاهدين في الحياة. كذلك هي قصة عبد الرحمن الأربعيني الذي اختفى فجأة من المشهد في حيه بقرية الجماعة في الدار البيضاء. حدث كل شيء فجأة في ربيع العام 2000. كان عبد الرحمن يعمل سائقا مع شركة للنقل الدولي، وكان عمله ذاك يجعله يغيب عن بيته لفترات تمتد شهرا أحيانا. لقد بنى حياته على ذلك الأساس، وكانت زهرة زوجته على بينة من ذلك، بل إنه أبلغها بكل ظروف عمله يوم ذهبت أمه لتخطبها له ووافقت. كانت تعلم يقينا أن عمله ذاك الذي تحفه صعوبات ومخاطر كثيرة يوفر له دخلا شهريا لا بأس به، يضمن الاستقرار لهذه الأسرة حديثة التكوين. اكترى عبد الرحمن شقة في نفس الحي الذي نشأ فيه، لم يكن يرغب في الانتقال إلى حي آخر، ففي قرية الجماعة له أصدقاء منهم أصدقاء طفولته، ثم إن السكن الذي استأجره لا يبعد كثيرا عن سكن شقيقه إبراهيم. وكان حين يسافر إلى أوروبا يسوق شاحنة من الوزن الثقيل حملت بضائع متنوعة، يسافر مطمئنا على زوجته. كان يذكرها في كل مرة بأن شقيقه إبراهيم يستطيع أن يوفر لها كل ما تحتاج إليه إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. كانت زهرة في منتصف العقد الثالث من عمرها، وكانت منذ الأشهر الأولى لزواجها تلح على زيارة منزل عائلتها باستمرار. كان ذلك مما يضايق عبد الرحمن، ولكنه لم يكن يتشدد في منعها، بل كان يؤكد لها في كل مرة أن بيتها أولى بها. كان يرى في النهاية أن ترددها على بيت أسرتها في نفس حي قرية الجماعة مما يخفف عنها الوحدة التي تعانيها بسبب غيابه الطويل عن البيت، كذلك كان يظن عبد الرحمن. وقد نبهه شقيقه إبراهيم إلى أن زوجته تكثر من الخروج من بيتها. كان يرد في كل مرة بأنه لا يريد التضييق عليها ما دامت لا تخرج إلا للذهاب إلى بيت عائلتها. وكان في رده ذاك ما يبلغ عن طيبة وعن لين في التعامل مع زوجته تلك التي اختارتها له أمه. لم يكن يشك في أنه اختيار موفق. في الحقيقة لم يكن التفكير في الزواج مما يشغل باله وقد شارف على 40. المرأة الوحيدة التي أحبها حقا تزوجت غيره، وانتهت القصة. بعدها التقى نساء كثيرات في مجرى حياته، كانت علاقات عابرة. قبوله بالزواج من زهرة التي تصغره ب10 سنين كان في المقام الأول إرضاء لوالدته التي كانت تلح عليه أن يتزوج لتطمئن عليه قبل أن تفارق هذه الدنيا. كانت امرأة بلغت 70 أو هي تخطتها ببضعة أعوام، وكانت تعاني من الربو. توفيت 2 بعد زواجه، وكان يجد في قبوله بالزواج من زهرة ما يريح ضميره. ألم يرضي والدته؟ ثم إنه وقد تخطى 40 منذ 2 الآن يرى أن زواجه أفضل ما قام به. عليه أن يبني أسرة تكون امتدادا لشجرة العائلة. كان عبد الرحمن عدا ولعه بكرة القدم وأخبارها يحب القراءة، وكان في أوقات فراغه يفضل قراءة القصص والروايات. ولقد أسر أكثر من مرة لأصدقائه بأنه اكتسب تلك الهواية لما رأى شغف الأوروبيين بالقراءة. كان يقول إنهم يلتهمون الكتب التهاما، يقرؤون وهم ينتظرون الباص أو وهم في محطات المترو
وحيثما وجدوا فهم يقرؤون، يقرؤون كل شيء. كان يقول إن مهنته السفر بالشاحنة، ولكن القصص والروايات التي يقرأها تسافر به إلى عوالم لم تطأها قدماه من قبل، وتمضي به بعيدا، وتكسبه متعة لا تضاهيها لديه متعة. بعد ربيع العام 2000 تحديدا، منذ منتصف شهر مارس من تلك السنة، لم يظهر عبد الرحمن في قرية الجماعة، ولا رآه أحد من رواد المقهى الذي كان يرتاده كلما عاد من السفر. قبل نهاية شهر مارس ظهر في محيط ضريح مولاي إدريس الأكبر بزرهون رجل بوجهه لحية بدأ يلامس الشيب أطرافها. لم يكن يبدو متشردا، ولكنه كان يتحاشى الخوض في الحديث مع أي كان، بمن فيهم تلك المرأة التي يسكن الطابق الأرضي من منزلها. كل مساء يأوي الرجل الذي عرف باسم عبد الله إلى ذلك البيت الذي يوجد في زقاق ضيق لا يبعد كثيرا عن الضريح. لعلها صاحبة البيت وحدها التي تملك بعض المعلومات عن هذا الرجل الذي بالرغم من الحال التي كان عليها لم يكن صاحب أسمال وسخة. كان يحرص على تنظيف ملابسه، وقد عد بعضهم ذلك من سمات الجني أو الجنية التي تسكن جسده. كان كثير من الذين يعيشون في محيط ضريح مولاي إدريس الأكبر يعتقدون أن عبد الله مسكون بواحدة من تلك الأرواح غير الشريرة، وأن من سمات ذلك عنايته بنظافة ملبسه وإدمانه على قراءة كل ما يقع في يده. ذات مرة بينما كان غائبا عن سكنه، دخلت صاحبة البيت يدفعها الفضول لترى من عالم هذا الرجل الغريب، فاكتشفت ذلك العدد الكبير من الكتب التي وضعها بجوار مكان نومه. ما تعرفه تلك المرأة أنه قريب لرجل من الدار البيضاء تعرف إليها عن طريق أحد السمسارين واستأجر منها السكن. كان ما شجعها أنها تقبض إيجار عام كامل مقدما، ثم إنها ما لبثت أن أيقنت أنها أبرمت صفقة رابحة. لم يكن عبد الله ممن يثيرون الضوضاء، كان يغادر البيت ويمضي ساعات يتجول بين أزقة زرهون وفي أطرافها، يتدبر أمر مأكله ثم يعود، يغلق باب سكنه حيث لا كهرباء ولا ماء، ويغرق في التأمل وقراءة القصص. ولعله في قراءته تلك صادف مرة قصة تشبه قصته هو، وحلم بأن يكتب مثلها. لقد انقضت أعوام ثلاثة على وجوده في زرهون، نحن الآن في ربيع العام 2000، حين كان يخلو إلى نفسه وقد صارت حياته خلوة مسترسلة، يحاول أن يفهم حقيقة الذي حدث والذي كان السبب في رحيله عن قرية الجماعة. يستحضر اللحظات التي أسر فيها إليه أخوه بأنه يشك في أن زهرة زوجته غرقت في الخيانة الزوجية، وأنها صارت عشيقة رجل يمتهن تجارة العقار. قال له إنها كانت تذهب إلى شقة له في المعارف. لن ينسى الصدمة التي أصابتها وهو يستمع إلى شقيقه. لم يقوى على التصديق، كيف له أن يصدق؟ كان يظنها وفية عفيفة. يومها لم يتمالك أعصابه، صرخ في وجهها، كان في ذروة غضبه لما هددها بالقتل إن هي عاودت الخروج من البيت في غيابه. قال لها سأذبحك. في اليوم التالي كان عليه أن ينطلق بشاحنته في رحلة جديدة إلى إسبانيا. في برنامجه هي رحلة سيغيب خلالها عن البيت أسبوعين. وعلى مدى أيام تلك الرحلة لم يكف عن التفكير فيما أبلغه به شقيقه إبراهيم، ولم يكن يشك البتة في صدق نيته. كان بين الشقيقين احترام وحب متبادلان. كان يتساءل عما إذا كان غيابه عن البيت الذي يطول مرات السبب الذي جعل زوجته تقع في الرذيلة، ثم إنه كان يجد ردا عن تساؤله ذاك في أنه بين لها وهو يطرق باب أسرتها لخطبتها طبيعة عمله، وأنها قبلت به زوجا. يشتاق إلى الدار البيضاء وإلى قرية الجماعة، ولكنه يعلم علم اليقين
أنه إن ذهب إلى هناك فسيكون مآله السجن، يعلم أنه حوكم غيابيا بجريمة لم يقترفها، وكل ما كان يخشاه أن يسجن ظلما، لأن ما أخبره به شقيقه قبل عامين مؤداه أن التحريات لم توصل إلى دليل يثبت تورط شخص آخر غيره في الجريمة. كل البصمات التي رفعت من البيت كانت له ولزوجته القتيلة. يبدو أن القاتل حرص على ألا يترك أثرا وراءه، يهرب من الأسئلة التي تتناسل في ذهنه، ويغرق في القراءة وإعادة قراءة ما قرأه من قبل مرات متعددة. يتذكر يوم اتصل به شقيقه وهو في الطريق من طنجة إلى الدار البيضاء يبلغه بأن زوجته قتلت، وأنها اكتشفت مذبوحة على فراشه قبل أيام. ود لو استطاع التحليق بشاحنته ليبلغ قرية الجماعة ويقف على الذي حدث في بيته، ولكن شقيقه حذره من القدوم. ولما التقاه في موقف الشاحنات بمقر الشركة التي يعمل لها حمله في سيارته وانطلق به إلى مكناس، ومن ثم ذهب إلى مولاي إدريس زرهون. في الطريق حكى له التفاصيل وكيف أن بعضا من جيرانه تقدموا إلى الشرطة ليقولوا إنهم سمعوه قبل أن يختفي وهو يصرخ ويهددها بالقتل ذبحا. يتذكر أنه هددها في لحظة غضب، ولكنه لم يفكر أبدا في قتلها. تملكه الخوف ولم يكن أمامه إلا الهروب والتواري عن الأنظار، ولذلك لم يعترض حين قال له أخوه إبراهيم إنه سيذهب به إلى مولاي إدريس زرهون حيث لا يعرفه أحد. نصحه بأن لا يكلم أحدا وأن يعي جيدا أن خلاصه في صمته. تلك تفاصيل لا يعلم بها أحد من أهل زرهون الذين يطوف في مجالهم صموتا عبدا من عباد الله. الوجوه التي يصادفها وهو يجول في أزقة مولاي إدريس زرهون صارت معروفة مألوفة لديه. كان أكثر ما يخشاه أن يصادف في طريقه صبية يحاولون استفزازه بأن ينادوه بالمجنون تارة وبالمتسكع أخرى. لم يكن يجد خلاصه إلا في الفرار أو حين يحضر أحد من العاقلين فينهر الصبية ويمنعه منهم. كثيرا ما هم بالرد عليهم، ولكنه يتذكر ما أوصاه به شقيقه: الصمت. في صيف العام 2004، سنوات أربعا بعد وصوله إلى زرهون، جاء شقيقه إبراهيم، وعلى خلاف المرات السابقة لم يجعل حضوره سريا. لقد جاء يحمل أخبارا سارة، عانقه بحرارة وأبلغه بأن قاتل زوجته قد وقع في قبضة الشرطة. علم منه أن الذي قتل زهرة لم يكن سوى عشيقها تاجر العقار الذي كانت تتردد على شقة له في المعاريف. أبلغه بأن هذا التاجر واسمه علال قبض عليه بعد أن أبلغت عنه زوجته بأنه هددها بالقتل كما فعل مع زهرة. كان في حالة غضب، وكانت زوجته تواجهه بما وصلها من أخبار عن ارتباطه بامرأة يتخذها عشيقة وأنه قد يتزوجها. كانت المواجهة ساخنة، فقد خلالها أعصابه وانهال عليها بالضرب، عرضها لعنف شديد. كان عبد الرحمن الذي لم ينادى عليه باسمه الحقيقي منذ سنوات يصغي باهتمام لما يسرده عليه شقيقه من أخبار. قال له إن زوجة القاتل تقدمت بشكاية ضده، وحين الاستماع إليها جاءت على تهديده بأنه سيقتلها ذبحا كما ذبح زهرة. لم تكن المرأة تعرف من تكون زهرة التي قد يكون ذبحها. لعله لم يضع في حساباته أن زلة لسان واحدة ستجعله يسقط في قبضة العدالة. وكذلك استدعي إلى مركز الشرطة. كان يظن أنه لن يواجه سوى بشكاية زوجته من الضرب المبرح الذي عرضها إليه، ولكنه فوجئ بسؤاله عن زهرة زوجة عبد الرحمن التي عثر عليها مذبوحة في فراش زوجها. حاول أن ينكر، ولكنه طوق بالأسئلة من كل جانب. اعترف بأنه يملك شقة في المعاريف
يستقبل فيها زبائنه الوافدين من خارج الدار البيضاء. طلب الباحثون زيارة الشقة. في جملة ما تم القيام به رفع عينات من البصمات من أماكن مختلفة منها، وكانت المفاجأة الكبرى أنهم اكتشفوا بصمة لزهرة القتيلة. لما سمع عبد الرحمن ذلك أيقن أن شقيقه كان صادقا لما أبلغه بشكه في خيانة زوجته. كانت تلك البصمة دليلا على صلة علال تاجر العقار بجريمة القتل البشعة التي تعود وقائعها إلى 4 أعوام خلت. وكان في ذلك كل ما يستوفي إثبات براءة عبد الرحمن. دمعت عيناه وهو يستمع إلى قصة الفرج الذي جاءه والذي كان ينتظره. جمع كتبه وأغراضه، ثم إنه كلم صاحبة البيت للمرة الأولى ليشكرها على حسن معاملتها له. تكفل إبراهيم بإبلاغها بقصة عبد الرحمن ذاك الذي كانوا ينادونه عبد الله ويحسبونه مجنونا أو مجذوبا. لما وصل إلى الدار البيضاء طلب من أخيه أن يمضي به إلى المقبرة لزيارة قبر والدتهما. ظن إبراهيم أنه يريد أيضا زيارة قبر زوجته، ولكنه لم يسأل عنه، هو ماض أليم يريد أن ينساه. في قرية الجماعة ظهر صبح اليوم التالي في المقهى الذي دأب على ارتياده. كانت عودته مفاجئة، جاء أصدقاؤه القدامى يهنئونه. افتقد آخرين، علم أن منهم من وافاه أجله. في 4 سنين حدثت أشياء كثيرة، أشدها ألما خيانة زوجته، وأحسنها أثرا في نفسه أن قاتل زهرة سقط في قبضة العدالة، وقد كاد أن يدفع هو مكانه ثمن جريمته. شكرا لك على مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك، وأترك تعليقا في قناتنا لتبقى على الاطلاع بآخر قصص مشوقة ومحيرة من الواقع، والمشاركة الفيديو في واتساب، فيسبوك وإنستغرام. هدد مستلقيا على ظهره من حيث هو، حيث لا تصل أنوار الشارع، تمكن من رؤية النجوم، ولكن أيضا أسرابا من طائر النورس تحلق وكأنها تتبع خطوطا دائرية لا ترى. يتأمل النجوم البعيدة الملتمعة، ولكن تفكيره كله في الوسيلة التي ستمكنه من التسلل إلى سبتة. تلاشت خيوط الشفق واختفت حمرتها، لقد غابت الشمس منذ ساعة أو نحو ساعة، ولكن عمر بوهاما لم يبرح مكانه. الجو صيفي، وظل جالسا على رمل شاطئ الفنيدق. هي ليلة أخرى في العراء تنتظره. طيور النورس التي كانت تتحرك على الشاطئ اختفت، ولكنه يسمع أصوات سرب منها تمرد على الطبيعة، وظل يحلق فوق البحر والشارع الكبير المفضي إلى باب سبتة المحتلة. هدير الموج يهيمن على السكون الذي يوحي به المكان، ومن ورائه من أعلى تأتي أصوات منبهات السيارات ووقع خطى وقهقهات من يأتون للاستمتاع بالنسيم وهم يتلذذون بمثلجات أو بحبات بذور عباد الشمس. كل صباح تشهد قشورها المنتشرة على مدى الكورنيش على مرورهم من هناك. لم يكن عمر مثلهم، لم يأتي هنا ليستمتع بالنسيم. ما كان يشد اهتمامه آناء الليل وأطراف النهار أن يتمكن من التسلل إلى سبتة. لقد وصل إلى هنا منذ 10 أيام، لم يكن معه من المال ما يكفيه لتوفير ما يحتاجه من طعام، ولم يفكر قط في البحث عن غرفة في نزل يأوي إليها كلما جاء الليل. في المطاعم القريبة من سوق المسيرة كان يجد أغلب الوقت من يدفع له ثمن وجبة من الطعام، وأحياناً كان يحصل على بعض المال صدقة. ما لم يكن يراه الذين يتصدقون عليه دمعه الذي ينسكب غزيراً على خديه كلما آوى إلى نفسه وجاء إلى الشاطئ يقتعد رمله أو صخرة ويتوارى عن الأنظار ملتحفاً حلكة الظلام. لم تكن ظلمة طبيعية بقدر ما هي ظلال للجدار الذي تمتد بامتداده الطريق المؤدية إلى باب سبتة.
في تلك الليلة، ليلة الرابع إلى الخامس من غشت من العام 2006، وبينما هو في المكان الذي ألف المجيء إليه وكان يقضم من سندويش تونة ويرشف من قنينة مشروب غازي، لمح ومضة ولاعة قدحها شخص لم ينتبه إلى وجوده هناك. لم يكن يبعد عنه سوى بضعة أمتار، ظنه أشعل سيجارة، وما لبث أن بلغه دخانها وأدرك سريعا أن ومضة القداحة كانت لإشعال لفافة من حشيش. لم يستغرب، هو يعلم أن الحشاشين كثيرا ما يبحثون عن أماكن متوارية على الأنظار لتناول مخدرهم. ثم توالت موجات دخان لفافة الحشيش تأتي إليه. لم يتحرك من مكانه، يعلم أن كل ردة فعل منه ولو كانت كحة ستجعل ذلك الذي يدخن ولا يرى وجهه يفتعل شجارا، ويعلم جيدا أنه ليس بحاجة إلى ذلك. رفع بصره إلى السماء، الأضواء القوية التي تنبعث من مصابيح الشارع تخفي النجوم ولا تدع له فرصة لتأملها، ولكنها تكشف ما يراه غريبا، التحليق الليلي لطيور النورس. فجأة انتبه إلى أن ذلك الذي كان يدخن الحشيش غير بعيد قد نهض ويقبل جهته. تساءل وقد تسارعت دقات قلبه عما إذا كان يريده هو. هل ينهض من مكانه ويهرب؟ هل يظل حيثه ويواجهه؟ لا يرى وجهه. رأى جمرة اللفافة التي في يده تزداد احمرارا ثم تهوي على الرمل. الشبح يتقدم نحوه، الآن يرى وجهه الملتحي. المشي على الرمل يبطئ تقدمه. تماسك عمر مكانه مترقبا. لما صار الرجل على بعد خطوتين نظر إليه مليا، ثم بنبرة متثاقلة بسبب تأثير الحشيش سأله: ماذا تفعل هنا؟ لم يرد عمر، ظل ينظر إليه ثم نهض، أربك ذاك الذي حاول أن يفرض عليه هيمنته. وما شأنك أنت؟ لم يرد، واصل السير على الرمل. يعلم عمر أن عليه ألا ينخدع، فقد يكون مضى ليعود ومعه شخص آخر وربما أشخاص آخرون. ظن أن الأسلم له أن يغادر المكان ويبحث له عن مكان آخر يمضي فيه الليل. ارتقى إلى الشارع، كانت الحركة لا تزال دائبة. في المدينة وافدون كثر من مدن مغربية أخرى. مشى حتى صار على مشارف باب سبتة. أضواء المدينة المحتلة تتراءى له قريبة، ولكنه يعلم أن الوصول إليها ليس هينا. منذ 10 أيام من الآن وهو يفكر في السبيل التي ستجعله يعبر إلى هناك. يظن أنه إن تمكن من ذلك فسوف يكون قد خطى خطوة حاسمة لتحقيق ما يحلم به، أن يعبر إلى الضفة الأخرى من البوغاز إلى أوروبا. عاد أدراجه وقد بدا وكأنه نسي أمر ذلك الحشاش. قرب باب السوق عثر على صندوق من الورق المقوى، حمله ومشى إلى حيث موقف سيارات الأجرة. الحركة شبه متوقفة هناك. على بعد خطوات في مكان لا يمر منه أحد فكك الصندوق واتخذه فراشا، تمدد مستلقيا على ظهره. من حيث هو، حيث لا تصل أنوار الشارع، تمكن من رؤية النجوم، ولكن أيضا أسرابا من طائر النورس تحلق وكأنها تتبع خطوطا دائرية لا ترى. يتأمل النجوم البعيدة الملتمعة، ولكن تفكيره كله في الوسيلة التي ستمكنه من التسلل إلى سبتة. ثم ما لبث أن أغمض عينيه واستسلم، لقد هزمه النوم. لم يخطط عمر بوهاما ذو 24 عاما للمجيء إلى مدينة الفنيدق، بل إنه لم يكن يفكر في الرحيل عن مدينته مكناس التي ولد بها ونشأ وحيث تعلم حرفة الصباغة. كان يفكر في الزواج، لقد أحب عائشة ابنة الجيران، وكان يفكر أن يبعث أمه لتخطبها له. كل ذلك تبخر واحترق وصار رمادا تذروه الرياح. يعلم أنه لن يستطيع العودة إلى مكناس، ويعلم أن أمه التي بذلت الكثير من أجله منذ أن توفي والده
تعاني بسبب اختفائه المباغت الذي لا تعلم له سبباً. ما لم يكن يعلمه أنها في اليوم التالي لاختفائه، وبعد أن بحثت عنه في كل مكان، وبعد أن سألت كل أصدقائه دون أن تجد ما يدل على الوجهة التي أخذ، تقدمت ببلاغ اختفاء إلى الشرطة. في تلك الليلة التي أمضاها غير بعيد عن محطة التاكسيات، استيقظ مذعورا أكثر من مرة. كانت صورة المعلم المختار الصباغ الذي كان يشغله ضمن مجموعته توقظه، عيناه جاحظتان، كذلك رآهما قبل أن يتركه في المحل الذي يودع به السلاليم وباقي معدات الصباغة. لقد خنقه لأنه رفض أن يدفع له مقدما عن أجر الأسبوع، ثم تركه ممددا على الأرض. فتش جيوبه فعثر على 500 درهم. لم يكن أمامه من خيار إلا أن يهرب. تجرد من ملابس العمل وارتدى ملابسه النظيفة وانتعل حذاءه الرياضي وغادر المحل بعد أن أغلق الباب. كان الوقت مساء، وظن أنه إن ذهب إلى المنزل فإنه سوف يقبض عليه سريعا. كل ما صار يفكر فيه أن يغادر مكناس وأن يمضي إلى أبعد ما يمكنه. قصد إلى محطة الحافلات وركب واحدة كانت منطلقة إلى طنجة، ومن طنجة ركب سيارة أجرة إلى الفنيدق. تلك كانت رحلته التي جعلته يخرج من مكناس التي لم يكن يظن أنه سيتركها يوما ما. لا يشك أدنى شك في أنه قتل المعلم المختار. كانت لحظة غضب ارتكب فيها جريمة قتل لم يكن يريد أن يرتكبها، كذلك كان يحدث نفسه. مساء ذلك اليوم كان على موعد مع عائشة ابنة الجيران. لقد وافقت أخيرا على اللقاء به للمرة الأولى وسط المدينة في مقهى مشهور، وكان يريد المال ليدفع به ثمن ما سيتناولانه من مشروبات وحلويات. كان يريد أن يبدو كريما سخيا، وكان يريد أن يبوح لها بمكنون قلبه. لم يكن يراوده شك أدنى شك في أنها تحبه، ولكنها لا تريد البوح بحبها. وها هو قد خسر كل شيء في لحظة غضب. لم يكن المعلم المختار رجلا شريرا، ولكنه كان صارما في مواعيد الأداء، ولذلك لم يرغب في أن يدفع له مقدما عن أجر الأسبوع، لأنه لم يقدم مبررا لطلبه. نهض من مكانه، نظر إلى قطعة الكرتون، هل يأخذها معه أم يتركها؟ خمن أنه سيجد غيرها ليفترشها في الليلة القادمة. قرر أن يذهب إلى باب سبتة ليتحين الفرصة التي قد تأتي ويتسلل إلى داخل المدينة المحتلة. لما وصل إلى هناك اكتشف حركة رائجة، مئات ينتظرون العبور راجلين وعلى متن عشرات السيارات. أثار انتباهه سيارات كثيرة متهالكة، سيعلم لاحقا أنها سيارات يستعملها المشتغلون في التهريب، يدخلون سبتة ويحملونها بضائع من أنواع شتى من مخازن المضربة، ثم يغادرون وجهتهم مدينة الفنيدق. وقف يراقب حركة المرور، ولما رأى رجلي شرطة يقبلان جهته تحرك من مكانه وذاب وسط الجمع. ثم إنه ارتقى التلة المطلة على مدخل باب سبتة، بدا له سهلا التسلل، وفكر في الاختباء داخل سيارة لأحد المهربين. ليس بمقدوره أن يدفع له مقابلا، ولذلك فإنه سيراهن على التسلل إلى واحدة من تلك السيارات الكبيرة. حتى إذا ما أحس بها قد عبرت إلى سبتة، تسلل نازلا وانطلق إلى عمق المدينة. سيكون عليه أن يكتشف فضاء لم تطأه قدماه من قبل. بدا له ذلك ممكنا، بل إن حماسه جعله سهلا في نظره. عليه أن يختار الوقت المناسب والسيارة المناسبة. وقع بصره على سيارة كبيرة سائقها لا يهتم كثيرا بما يدور من حوله. كان رجلا في منتصف العمر، ولم يكن على عكس أغلب المهربين لم يكن يغادر سيارته.
الآخرون ينزلون مرات متكررة ويتفقدون صناديق الأمتعة مرات ومرات، ومنهم من كان ينهشهم التوتر فيخرجون سندويشات وفواكه ينهشون ويقضمون بلا توقف. نزل من التلة وعاد يختلط بالمنتظرين، اقترب من السيارات المتوقفة في صفوف طويلة، دنا من تلك السيارة الكبيرة، عليه أن يفتح الباب الخلفي ويكمن في الداخل. تحين فرصة انشغال صاحب السيارة والذي يسوق تلك التي تليها، ففتح الباب الخلفي. لم يكن ذلك صعبا، في الداخل صناديق فارغة وأكياس، زحف واختبأ خلفها وتغطى بالأكياس. تحركت السيارة ثم توقفت، وتكرر الأمر مرات كثيرة، واستغرق ذلك وقتا طويلا. كان يحس بتوتر شديد، هي اللحظات التي ستقوده إلى حيث يريد أو سيتم فيها القبض عليه. سمع صاحب السيارة يتحدث إلى أحدهم، وفهم من كلامهما أنهما يتحدثان عن البضائع التي سيخرجانها من سبتة. ثم أحس به وقد نزل من سيارته وسمع الباب يغلق، وبعد ثوان سمع الباب الخلفي يفتح. ظن أن الرجل سيكتشفه، ولكنه عاد وأغلق الباب، وأيقن عمر أنه لم يتفطن إلى وجوده ولم ينتبه إلى تسلله من قبل، وحسب أنه نجح. تحركت السيارة من جديد ثم توقفت، ولكن توقفها لم يطل كما في السابق، لا يستطيع رؤية ما يجري في الخارج. ظن أن السيارة وصلت إلى حيث الجمارك الإسبانية، وسمع السائق يتحدث بالإسبانية مع أحدهم. ثم انفتح الباب الخلفي، تملكه خوف شديد وصار يتصبب جبينه عرقا. أحس بأحدهم صعد إلى السيارة وحرك الصناديق، ولكنه لم ينتبه إليه وقد تغطى بالأكياس. سمع وقع الخطى المتراجعة والباب يغلق. تحركت السيارة، قال لنفسه إنه نجح في التسلل إلى سبتة. أحس بالسيارة تتبع طريقا مرتفعا، من أجزائها المتهالكة يأتي اصطكاك وأصوات شتى تشي بحالتها المتدهورة. ثم أحس بها تستعد للوقوف، وجاءه صوت السائق يحيي أحدهم اسمه البشير، ثم آخر اسمه علال. توقفت السيارة، لا مجال للانتظار، عليه أن يغادرها فورا. لما وقف أحس بدوار وكاد يقع، ولكنه تماسك وهرول إلى الباب، كيف له أن يفتحه ولم يفعل ذلك من قبل. ثم فوجئ بالباب يفتح من الخارج، ووجد أمامه صاحب السيارة، اندفع نحوه وقفز هاربا، جرى حتى صار على بعد بضع عشرات من الأمتار. لم يحاول صاحب السيارة اللحاق به، لعله أدرك أن هذا الشاب ما كان يريد أن يسرق، وإنما كان يريد أن يتسلل إلى سبتة المحتلة. قد يكون ضحك ساخرا، إذا كان ذاك ما دفعه إلى المخاطرة فإن الحظ لم يحالفه. يومها رفض الإسبان السماح لهذه السيارة بالدخول. توقف عمر ليسترجع أنفاسه، أيقن أن لا أحد لاحقه. جال بنظره من حوله فرأى الديوانة، وتفطن إلى أن الذي حدث أن تلك السيارة التي تسلل إليها لم يسمح لها بالدخول إلى سبتة، وعادت من حيث أتت. جلس يتأمل، قال لنفسه إنه لن يفلح في العبور إلى سبتة بعد أن لم يوفق في ذلك، وأن الفرصة قد لا تتاح له ثانية. أحس بالشوق إلى أمه وإلى مكناس. كان في أوراقه رقم هاتف صديق له، وفي جيبه بضعة دراهم. اتصل بصديقه ذاك، وأحس به وقد فاجأه ذاك الاتصال. علم منه أن أمه تبحث عنه. ولما سأله عن المعلم المختار، وبينما كان يتوقع أن يبلغه بأنه عثر عليه مقتولا، أخبره بأن الرجل يزاول عمله بشكل طبيعي، وأدرك أن هروبه لم يكن ضروريا، وأن عليه أن يعود وأن يبحث عن عمل يمكنه من الزواج من ابنة الجيران عائشة. مساء ذلك اليوم، بعد أن تدبر أمره وحصل على ما يكفيه لشراء تذكرة السفر،
ركب حافلة انطلقت من الفنيدق متجهة إلى مكناس. بدا له كل الذي حدث كابوسا وقد أفاق منها. شكرا لك على مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك، وأترك تعليقا في قناتنا لتبقى على الاطلاع بآخر قصص مشوقة ومحيرة من الواقع، والمشاركة الفيديو في واتساب، فيسبوك وإنستغرام.